النهارده نزلت؟ طبعا نزلت النهارده، ركبت برضو ابن بلدي الاستاذ جمال الفقي. طب جمال الفقي احكي لنا عن البرنامج بتاعه كده. البرنامج بتاعه الاستاذ جمال طبعا استاذ فاضل ومعلم، وليه معلم اجيال عندنا هنا في البلد، وطبعا ليه افضل كتير علينا، وفي نفس الوقت راجل عارف المشاكل كلها وعارف الحاجات اللي احنا محتاجينها، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه وينجح ويعمل لنا كل حاجه احنا عايزينها. انتخبت مين يا حاج؟ نعم انتخبت مين؟ انتخبت الناس اللي هي مرشحه واليمين. انت شخصيا انتخبت مين؟ انتخبت الاستاذ جمال وحسين. اي حد تاني؟ والاستاذ حسين. ليه بقى انتخبتهم ليه؟ احكي لنا عن البرنامج بتاعهم. انا انتخبتهم يعني شايفهم كويسين والحمد لله، ربنا يعني شباب نضيف وربنا يكرمنا ان شاء الله معاهم. يعني ايه الحاجه المميزه اللي عملوها للبلد؟ يعني ده راجل مدرس، اي حد بيطلب منه حاجه ما بيتاخرش عليه. استاذ جمال راجل محترم، يسأل كل الخير، معلم اجيال. استاذ جمال مش حاجه عن البرنامج بتاعه الجديد اللي نازل؟ لا والله. برنامج زي ايه؟ برنامج بتاعه الانتخابي الصحه يعني وال برنامج الانتخاب. انت انتخبته صح؟ ايوه انتخبته. انت بناء على برنامج ايه؟ البرنامج بتاعه ايه بقى؟ الصحه والتعليم وكل حاجه حلوه للاستاذ جمال. يعني اي حد يبني البلد تنتخبه؟ ابن البلد لا ابن المعتمديه، من المعتمديه عامل لنا مدرسه ثانوي في المعتمديه كمان، وهيشوف لنا الصحه وهو ابن البلد وعارف ايه البلد محتاجه ايه بالظبط، وعارف الكره اللي حوالين منها محتاجه ايه، وهو ابن بلدنا واحنا واقفين معاه بالحب مش اكتر ولا اقل.